وانت جالي يوم والله يفتكر كان مفروض بوكيه الورد اللي انا شفته الان ده مفروض يكون عندنا هنا، وكان تجيب لي يعني بوكيه بتاع ورد، بما انه احنا اليومنا كله صباحي وجمال وحب وورود وزهور وتهادوا تحابوا، اكيد صباح جميل لكل الناس. شكرا للكنترول اللي دارين يجيبوا لي الورد يا جماعه. نتواصل مع كل الناس اللي بتتواصل معنا عبر هذا الصباح، وعودناكم دايما في كل ثلاثاء تكون عندنا استشارة طبية نستفيد منها جميعا. عندنا دايما في حياتنا المجتمعية وحياتنا اليومية بنقابل كثير من الأزواج وكثير من المشاكل اللي بتكون في البيت، إنه المرأة ما بتولد، العيب فيها. دايما بيقول لك إنه أمشي الدكتور وتابعي وأفحصي، بنلقى النساء عموما بيمشوا بيتابعوا والدكتور بيقول لها أنت كويسة ما عندك حاجة، لكن ليه ما بيخطر في بالنا إنه الرجل هو مفروض يمشي ويتابع ويشوف هل عنده مشاكل؟ دايما هم شايفين نفسهم أصحاء ما عندهم مشاكل، ما ممكن يكون عدم الإنجاب منهم. الكلام ده بيأكدوا لنا دكتورنا الموجود معانا الآن دكتور فتح الرحمن الرشيد، اختصاصي جراحة الكلى والمسالك البولية والذكورة وتأخر الإنجاب عند الرجال، رئيس قسم المسالك والذكورة مستشفى بشائر التعليمي. أهلا وسهلا بك. صباح الخير عليك وصباح الخير على جميع مشاهدي قناة الشروق داخل وخارج السودان، وتحية الصحة والعافية، ونتمنى للجميع حياة سعيدة وهنية وفيها صحة وعافية وجمال بمناسبة هذا اليوم. اللهم امين ان شاء الله. تحيه لك. ودكتور خلينا في الاول احنا نغير مفاهيم، انه بما انه ده تخصص وتخصص تخيلي قد يكون نادر يعني تاخر الانجاب عند الرجال، نحن دائما بنقول الانجاب تاخره عند المراه، الليله انت جيت عشان تورينا انه فعلا الرجال عندهم تاخر انجاب. نعم صحيح، هو تاخر الانجاب عشان نعرفه من ناحيه علميه بنقول انه زواج استدام لمده 12 شهر ميلادي. يعني سنه كامله ميلاديه تكون الزوج والزوجه موجودين مع بعض. يعني ما ينفع يكون الزوج بعيد من زوجته ونجي نقول له والله، او نقول للكبل ديل او للزوجين ديل انتوا عندكم مشكله تاخر انجاب، لا ده ما صحيح وما سليم. لازم 12 شهر ميلادي، خلال 12 شهر ميلادي بنكون في فرصه كافيه انه نقدر نحقق حمل او انجاب سليم. بعد ال 12 شهر بنطلب من الزوج والزوجه يمشي يفحصوا الاثنين. ايوه، زي ما في مشاكل متعلقه بالازواج او زوجات، في مشاكل متعلقه بالرجال او الازواج. نعم، قد تكون النسبة في تأخر الإنجاب عند السيدات 55% من الأسباب عند السيدات و45% عند الأزواج، ودي نسبة قد تكون متوازية. صحيح. يعني زي ما السيدات عندهم مشاكل بتأخر الإنجاب، في أسباب عند الأزواج بتأخر الإنجاب. نعم، يبقى معناها نحن هسه متفقين يا جماعة، زي ما في مشاكل بتأخر الإنجاب عند النساء، في مشاكل بتأخر الإنجاب عند الرجال، لكن خلينا نشوف في أسباب ومشاكل كثيرة جدا بيمروا بها النساء. هل نفس المراحل والأسباب ممكن تكون هي سبب الرجل فيها، مثلا في إنه المرأة ذاتها ما تنجب إذا كان في حالة التهابية مثلا؟ دايما يقول لك المرأة عندها حالة التهابية. نعم، الأزواج عشان نقدر نقيم الزوج أول ما جينا نحن في بالنا بتكون في بعض المشاكل المتعلقة بالعلاقة ذاتها، زي الضعف الجنسي، القذف السريع، ودي أكثر أسباب انتشار وشيوع لتأخر الإنجاب في عالميا موجودة. عندنا أسباب متعلقة بالحيوان المنوي اللي بينتجه الرجل، عشان يحصل عندنا حمل لازم يكون في حيوان منوي سليم وفي بويضة سليمة. أيوه، الحيوان المنوي ذاته تحصل فيه مشاكل، أولا إنه يكون في ما في حيوانات منوية، بنقول عليها قياب، زمان كانوا يسموها انعدام الحيوانات المنوية، والتسمية دي بقت ما موجودة، بقت التسمية الحقيقية هي غياب الحيوانات المنوية في السائل، لأنه في أسباب بتخلي الحيوانات المنوية موجودة لكن ما تطلع في السائل. أيوه، بنقول عليها غياب الحيوانات المنوية. عندنا أسباب ثانية متعلقة بالحيوان المنوي، إنه يكون عدده بسيط أقل من الطبيعي، أو هو مشوه ما سليم. أيوه، فما بيحصل ما بيحصل حمل، أو حركته ضعيفة. دي كلها أسباب بتعيق لنا حركة الحمل تماما، بالتالي ما بيحصل حمل. أيوه، في الأربع أحوال دي ما بيحصل حمل. أها، طيب دي ذات جواها عندنا أسباب، يعني عشان نحصل على نتيجة زي دي إنه يكون حيوان منوي ما سليم، ما سليم بمعنى إنه ما موجود، أو هو ذاته مشوه أو عدده بسيط أو حركته ضعيفة. الأسباب عندها معالجات الحاجات عندها اللي ذكرتها عندها كلها؟ عندها معالجات، لكن إحنا دارين نسلط الضوء شوية على الأسباب اللي تخلي النتيجة تحصل. أول الحيوان منوي يكون ما في أو غايب، نحن عندنا أسباب ما قبل الخصية بنقول عليها. بما انه الحيوان المنوي يتكون في الخصيه، عندنا اسباب ما قبل الخصيه، دي اشارات دي ممكن خلال هرمونات. أيوة، او مشاكل مرتبطه بالجينه او مرتبطه بالجينات الوراثية. ايوه، حاجات وراثيه. دي اضطراب بتاع كروموسومات متجاوب موجود في بعض المتلازمات زي الكلاين فلتر زي كده. عندنا اسباب متعلقه بالخصيه ذاتها ممكن يحصل فيها الالتهابات المزمنه. ايوه، ودي من اكثر الاسباب شيوعا، من مشاكل الالتهابات دي من اكثر الاسباب شيوعا، انه تخلي الحيوان المنوي فيه مشكله، يا ما موجود يا فيه اضطراب. نعم، عندنا برضو الخصيه يحصل فيها ضمور، او يحصل فيها اورام تتحول لورم ما تكون طبيعي، او يكون عندنا حاجه اسمها الاجسام المضاده. الاجسام المضاده يعني الحيوان المنوي يتكون، لكن للاسف الشديد الجسم المضاد يقوم يقتل الحيوان المنوي.
عندنا الأسباب مع بعض الخصية ودي بنقول عليها الإنسداد قفل. دي موجودة زي الدوالي زي الأورام البربخ، في حالات بتاعة انعدام حبل منوي خلقيا يكون حيوان منوي موجود في الخصية لكن ما قادر يطلع بالحبل المنوي ما في. نعم. أو أسباب بتاعة انسداد في الحويصلات المنوية أو مشاكل متعلقة بالتهاب البروستات المزمن. عندنا حالة ثانية اسمها ارتجاع الحيوان المنوي. ارتجاع الحيوان المنوي إنه الحيوان المنوي يتكون ويصل لحد الإحليل عشان يغذف في السائل المنوي لكن للأسف ما يتم غسله يرجع للمثانة يطلع في البول. يجي المريض يقول والله أنا عندي مادة بيضة بعد المجامعة في البول. دي الحيوانات المنوية بنقول على ارتجاع، ودي بتحصل كثير عند الناس المرضى السكري، المشاكل المتعلقة بالضربات في النخاع الشوكي أو مشاكل متعلقة ببعض الأدوية أو مشاكل متعلقة بالعمليات الموجودة في عنق المثانة زي عمليات البروستات. ودي كلها يا دكتور مشاكل موجودة عند الرجل وهي اللي بتأخر الإنجاب عند المرأة. وللأسف الشديد بنلقى التحامل دايما عند المرأة، ما أنجبت عاجر ما بتلدي، يعني الألفاظ قد تكون خادشة وصعبة ومدمرة نفسية للنساء. لكن هل ممكن الأسباب بتاعت الرجل دي تتعرف قبل الزواج؟ هل بيجيك رجل قبل ما يتزوج أو شاب يقول لك يا أخي والله أنا مقبل على الزواج يا دكتور داري أعمل تشيك؟ ده الثقافة دي موجودة عندنا؟ أنا والله عجبني في جزء في كلامك في أنه نحن عندنا مشكلة كبيرة أنه في مجتمع السوداني دائما وفي بعض المناطق اللي قد تكون فيها التوعية ضعيفة شوية أنه المشكلة مرتبطة في الأسهام بالسيدة بس. بالضبط. بمعنى تاني أول ما يتم الزواج 3 شهور 4 شهور هم بقيتوا 3 أيوة. بقيتوا 3 بيبقى السؤال الموضوع طوال ومكرر للزوجة، دائما الزوجة هي المتهمة. صحيح. في الموضوع صحيح. بتاع الإنجاب وتلقى الموضوع خلاص بيبقى بعدك فيه جوانب نفسية صحيح اتجاه الزوجة وأهل الزوج وبتكون تأخرت وما أنجبت، بالذات لو بقى الزوج عنده أخوان في البيت عندهم أخوان عندهم أولاد فمعناها ولدهم ده كويس هم ما عنده مشكلة كده إنه ما عنده مشكلة ولدهم ده كويس. الغريبة الجاد دي هي السبب، فدي مشكلة دائرة شوية توعية دائرة الناس تفهم إنه ما شرط إنه يكون البيت كل الأخوان في البيت بنجي ومعناها أخونا الأخير ده بنجيب. أيوة. ممكن يكون عنده سبب بسيط يتعالج لو مشى الدكتور. أنا بقول دائما بداية المعالجة هي بالفحص، زي ما الزوجة مطلوب منها تمشي تفحص وتقابل الدكتور مطلوب من الزوج بس فحص السائل المنوي وعرضه على الطبيب قال لك فيه إشكالية أمشي لدكتور ذكورة مقرد يكون علاجك بسيط جدا وتبقى كويس. بالضبط. الشق بتاع الفحوصات ما قبل الزواج هي موجودة ومعروفة ونتمنى إنه الثقافة دي تكون موجودة. هل عندنا بها توعية؟ هل الشباب الآن بيمشوا ولا حتى العيادة بتاعت تأخر الإنجاب والذكورة أي شاب بيحس إنه والله أنا صحتي كويسة وأنا زول كويس فما محتاج أعمل فحوصات أو كشف دوري عشان أعرف؟ حتى اللي بيجوك يا دكتور قد يجوك الواحد زي خجلان أو مكسوف صحيح؟ نعم. هو للأمانة برضو بيجونا دائما ناس مرتبطة عندهم مشاكل بالطحف الجنسي أو القذف السريع أكثر من مشاكل الإنجاب. يعني شوية إنه يجي يفحص من الأول السائل المنوي ده يقول لك ما قدرنا نجرب أول أو نشوف الزواج بيحصل أيوة. شنو أو لكن بيكونوا دائما جايين عشان عندهم مشاكل مثلا بيقى في ضحف شوية أو بيقى في قذف سريع، لكن ك ك ك كعيادة ما قبل الزواج بنقول يفضل إنه الزوج يفحص أو أي شاب أفحص. قد يكون مشكلتك بسيطة جدا تقدر تعالجها من الأول لأنه دائما بيقول التشخيص في أول المشكلة بداية الحل، بمعنى إنك أنت أول ما عرفت المشكلة والمشكلة بقت زي ما يقول موضوع بسيط أو مشكلة بسيطة علاجها سهل جدا سهل جدا بصورة كبيرة وتكون فرصك في إنك تحصل على إنجاب لقدام كبيرة جدا. لأنه عندنا مشاكل أنا أذكر منها هنا الدوالي دوالي الخصية واحد من الحالات فيها مفاهيم غلط كثيرة جدا. يقول لك والله نحن لو قالوا عنده دوالي معناه عمليه، العمليه ما بتدعم لكل مريض. العمليه بنعملها في 3 حالات في دوالي الخصيه مهما تكون درجه الدوالي. نعم. لانه انا متاكد في مرضى كتار ممكن يكونوا ناس يشاهدونا دارين عارفوا متين انا اقدر اقول للزول والله اعمل عمليه الدوالي، عمليه الدوالي الخصيه. متين تحدد لذاته عنده؟ الا في 3 حالات. لمزوج او ما مزوج 3 حالات. أه. الحاله الاولى يكون عند الالم ما قدرنا نسيطر عليه. أيوة. يعني اي مريض جانا بالم بنديه حقاقير معينه عشان تخفف الالم. لكن لو العقاقير ما جابت استجابة بنحدد للمريض عملية لأنه بعدك بيقول ما يقدر يعيش حياته بصورة سليمة. صحيح. الألم موجود أو مشكلة متعلقة بفحص السائل المنوي حتى الما متزوج لما يكون عنده مشكلة في السائل المنوي لازم هنا نناقشه في النتائج لأنه مرات بيكون النتائج ضعيفة جدا لدرجة لو انتظر فترة قد تسبب إنه يحصل لمستوى الانعدام يكون الحيوانات المنوية أصلا قليلة جدا. أيوة. ولو ما لحقناه بتمشي الانعدام يعني ممكن تتلحق يعني زول لو عرف ما. اي مرض من بدايته بيقدر يحصله ويبقى انسان. الحاله الثالثه يكون حجم الخصيه حصل فيها او بدا فيها الضمور لانه بنخاف برضه بعامل الزمن حتى لو هو متزوج عامل الزمن بعد شويه بيلقى روحه بعد الزواج الخصيه ضمرت
تبقى بعدك المشكله. احنا من الاول لو قمنا لحقنا روحنا وعالجنا نفسنا بصوره سليمه بتبقى المشكله ما موجوده ان شاء الله، والفرص العلاج بتكون موجوده. نتمنى والله يا دكتور الكلام اللي انت ذكرته كله كلام طيب، لكن هل بيجيك راجل ومرأة؟ عديل خلينا نقول نحن رجل ومرأة بيجوا هما الاثنين بيقول لك والله يا اخي انا حسيت انه في مشكله، او الزول ده زي ما هو وديها الدكتور هي بتجي معاه العياده عشان ما يشوفوا انه في مشكله معينه، ولا حتى لما يجي بيجي براه ما بيجي معاه ما بيجي معاها او ما بيجيبها زي ما هو بيمشي معاها اخصائي النساء والتوليد؟ الثقافه بتاعت الزوجين يجوا مع بعض دي بقت موجوده وبدت تنتشر، والكويس فيها انه بعض المرضى حتى اللي بيجي براه ده بيكون قابل مع زوجته ويكتشف انه زوجته ما عندها مشكله، مش الدكتور قال له والله زوجتي تمام ما عندها مشكله، هو بعد ده بيكون سمع كلام قرا في السوشيال ميديا قرا في النت انه يا اخي في مشاكل متعلقه بالرجال برضه. بعد ذاك يا جماعه دي نسبه قليله يا دكتور، القاعدين طوال يستوعبوا الحاجه دي، خلينا نكون واضحين نسبه قليله. قد يكون الحتات اللي فيها تعليم عالي، الحتات اللي فيها توعيه اللي فيها تعليم، لكن قد تكون في بعض المناطق اللي ما فيها توعيه. نحن بدينا مرضى مرات بيكون الزوج، انا قبل الهواء قلت لك عندنا مريض انا اذكره تماما ده من شرق السودان يتزوج 17 مره عشان ينجب، عشان كل مره بيتزوج ومنفصل بيفتكروا انه المشكله في في في, في المره نفسها، لحد ما اقتنع وجا فحص لقى انه عنده مشكله. جانا قد تكون المشكله كانت بسيطه جدا وتعالج 17 مره حتى حاول انه يجي العياده ويشوف الدكتور وانجب والمفارقه انه انجب، ومشكلته كانت موجوده وواضحه، لكن لانه كانت مش المقاومه، انا بقول انه المشكله كانت في التوعيه انه ما عارف انه مرات المفروض هو كزوج يمشي يفحص. لو كان تزوج 70 مره وما حل المشكله ما كان انجب. حيوان منوي ما سليم ما بيحصل حمل، هي معادله ببساطتها. قد تكون برضو واحده من الحياه، انا بفتكر انه بيحصل تاخير في المعالجه في بعض المناطق لسبب الثقافه والفهم في انه الموضوع بتاع الانجاب مرتبط بالسحر والعيب. الحاجه دي ممكن تكون حقيقه يعني؟ هو العين والسحر موجود في القرآن، لكن ما بيظهر لكم طبيا. لكن انا داير اقول انه المشكله مرات بتكون مشكله عضويه، يعني مشكله مرضيه تعيق الانجاب، المريض بيتاخر كثير في يجي للمعالجه والتاخير ده يكون خصما على المريض. انا بقول دائما امشي في الجانب القراني والجانب الروحي، لكن اشرك معك دكتور في المعالجه بمجرد فحص، لقيت عندك مشكله امشي الدكتور قد ربنا يسهل لك. بيجونا مرضى كتار والله بيكون تاخير خصما عليهم، تاخير العلاج يكون مثلا مشى في الجانب ده فتره طويله جدا من الزمن مع بعض الشيوخ مع كده. عشان كده انا بناشد كل الشيوخ اللي بيشاهدونا الان اشرك معك دكتور في موضوع المعالجه. واحده من الحاجات الناس اللي بيشركوا فيها الاعشاب البديله او الطب البديل، ودي مشكله انا بقول ان انا اسميها مشكله. ليه؟ لانه الاعشاب الموجوده ايا كان شكلها، عشبه فلان وعشبه علان، الاعشاب دي في النهايه الادويه اللي بنكتبها او الغيره الطبيه دي ما منتجه من المواد الطبيعيه من الاعشاب. أيوة. لكن معالجه بصوره كيميائيه عشان تحقق القايه والعلاج للمريض. لما ندي عشبه قد تكون يعني كثير يقول لك والله يا اخي طيب ده ما حصل بعدين انجاب، قد تكون صادفت ما ضروري تكون ناحيه طبيه. انا بقول حتى موضوع الاعشاب برضو اشركوا معاكم يا العشابين، اشركوا معاكم دكاتره في المشكله، خلي الدكتور يحدد للمريض مشكله. قد تكون المشكله محتاجه بفاط لعمليه، المريض بعد يبقى كويس او محتاج لنوع معين من العقيره الهرمونيه مثلا، هو نقص هرمون، انا حدي عشبه يعمل شنو؟ صحيح، لانه عندنا في احدنا المشاكل اللي ذكرنا منها مشاكل ما قبل الخصيه، اضطرابات الهرمونات، مجرد ما تحصل اضطرابات للزوجات او للسيدات مرات اضطراب الهرمون بياخر الانجاب عند السيدات، نحن برضو عندنا اضطراب الهرمون بياخر الانجاب عند الرجال. لو العشاب ده شرك معه الدكتور في انه عوض للمريض او قدم للطبيب للمريض ده علاج هرموني مناسب قد يحصل على النتيجه. وانا بقول دائما النتيجه واحده، كان بالعلاج القراني او العلاج الروحاني او العلاج بتاع الاعشاب او علاج الدكتور. انت برضه اشرك حتى لو عملت الحاجات دي كلها اشرك معاك الطبيب المختص بالضبط، هي الغايه يحصل انجاب بالاعشاب بالعلاج الروحاني بالدكتور، في النهايه الغايه الانجاب، الناس كلها تتعاون. صحيح. انا بفتكر انه ودي رساله للاعشابيين انه كلامي ده ما ضدكم، ما فكره انه والله بقول للناس ما تمشوا ليكم او ما يجوكم، لكن خلوا المريض وجهوه للدكتور يحدد المشكله الاول، يوري المريض مشكلته وين، وقد تكون المشكله قدام الدكتور سهله جدا. صحيح. نعم. صحيح، ممكن بابسط العقاقير وبابسط الخطوات اللي انت ممكن تتبعها تتفادى مشاكل كثيره. لكن خلينا نشوف واحده من الحاجات، الحقن المجهري. نعم. 200 الحقن المجهري السيده بتحتاج له، ممكن تكون المشكله عند الرجل عشان يحصل حقن مجهري. نعم، نحن عندنا حالات في 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 من قبل ذكرت منها غياب الحيوانات المنويه. غياب الحيوانات المنويه عندنا نوعين منه، عندنا النوع الانسدادي والنوع الغير انسدادي.
المريض لما يجينا بنكون حريصين اول حاجه نحدد المشكله او الخلل وين او السبب في انه في حيوانات ما في حيوانات منيه في السالم منها. في بعض الحالات بيكون بنطالب المريض انه ينتظر معانا زمن بالذات لو عمر الزوجه صغير. ايوه بنطالب المريض ينتظر عشان بيكون في فرص للمعالجه وللحمل الطبيعي. بعض الحالات بيكون مثلا عمر الزوجه كبير او يكون المريض راغب في الحقن المجهري بنقوم نوجهه نقول له والله ابدا بالحقن المجهري واصل في علاجك بتاع الذكوره، يعني الاثنين ما بيتضاربوا، انا بقول انه الحقن المجهري خيار موجود في الذكوره لبعض المرضى. يعني بعض المرضى علاجهم قد يطول زمنيا او أيوة. قد يكون علاجهم اصلا في الاساس في مشاكل مرتبطه ما بيحصل لها استجابه طبيعيا، ما فرص لحمل طبيعي. في الحاله بنقول للمريض امشي للحقن المجهري، لكن بعد ما تقابل دكتور ذكوره يحدد لك هل انت تنتظر عشان تحصل على علاج ويحصل حمل طبيعي؟ ولا من الاول انت تاخذ الحقن المجهري رغم تطور الطب عندنا؟ نعم، واحده من الحاجات المهمه قبل في حاجات الدوالي او في مشاكل الدوالي او عمليات الدوالي. السبب الرابع من عملنا العمليه لما يكون عندنا حقن مجهري قبل كده فشل بسبب الزوج. بسبب الزوج، الحقن المجهري لما يفشل ونجي نعمل فحوصات للزوج نلقى في عمليه نلقى في دوالي ايا كان درجتها بنعمل العمليه اول عشان نحسن جوده الحيوان المنوي للحقن المجهري الثاني. وكويس انه الحقن المجهري في السودان عندنا متوفر، وانا بقول اكثر من كده انه عندنا في السودان حتى مقومات عمليات الذكوره بقت كل المعينات الموجوده في كل الدنيا موجوده. يبقى معناها يا دكتور فيها الميكروسكوب. عبرك رساله للناس اللي بتسافر برا السودان واي زول عنده هاجس انه هو لازم يسافر برا حتى لو يبيع كل الممتلكات اللي عنده، لكن بما انه هي متوفره عندنا الان في مستشفى بشاير الجامعي كل التخصصات وكل العلاجات اللي ممكن تكون مطلوبه وكل الرجال اللي بيعانوا من الذكوره ممكن يجوكم في المستشفى. هو للامانه كان الناس زمان بتسافر لمشاكل متعلقه ببعض العمليات الجراحيه الغير متوفره في السودان زي عمليات الميكروسكوب الجراحي، ودي لحد قريب ما كانت عندنا في السودان. يعني عمليات الدوالي مثلا واحده منها من احسن طرق عمليات الدوالي هي الميكروسكوب الجراحي في كل الدنيا، نسبه نجاحه عاليه جدا، ما في ارتجاع الا 4% بالمقابله بالجراحه العاديه 40%، ما في مشاكل متصله بمشاكل في العمليه بالنسبه للشريان او يحصل ضمور بعد العمليه او مشاكل بالحبل المنوي، دي مشاكل كلها موجوده في الميكروسكوب. الكويس في الامر انه ميكروسكوب السودان في موجود في ميكروسكوب جراحي. جميل. حتى عمليات العين من الخصيه زمان كانت كلها بتتعمل جراحيا او بنسميها العينه العشوائيه، يعني الدكتور بيشيل عينه وما عارف جوه في شنو. الميكروسكوب ميزته بحسن الكلام ده من خلال انه الطبيب بيكون مكبر الصوره ما يقارب ال 25 مره ل 40 مره وشايف جوه في شنو، شايف التيبيولس او شايف الانسجه بتاعت الخصيه بصوره سليمه، بيقدر يختار الحته اللي فيها حيوانات منويه سليمه، بالتالي بحسن نسبه نجاح. يعني الميكروسكوب الجراحي للعينه من الخصيه نسبه نجاحه 62% مقاربه للعينه العشوائيه 40%. والحاجات دي بقت موجوده في السودان، زمان كان الناس بتسافر للحاجات دي في الذكوره، هسه بقت كلها موجوده. انا بقول برضه حاجه من الحاجات المحتاجه توعيه كبيره جدا، المشاكل المتعلقه بالضعف الجنس والقصف السريع. زمان نحن في الاعلام قد يكون شويه دي اكثر المشاكل رواجا الان او المشاكل بيعانوا منها الرجال تحديدا في الفتره دي. صحيح. شنو خلى الحاجه دي ذاتها تحصل تكون مشكله ومشاعه يعني اكثر من اول؟ هي من زمان موجوده، لكن نحن مجتمع قد يكون مجتمع شويه مقفول، بمعنى انه بنتحاشى ونتجنب الكلام في الامور دي، لكن الفتره الاخيره بقت قد تكون التوعيه السوشيال ميديا بقت في شويه الناس بقت تفهم انه دي حقوق للزوجه والزوج. ايوه بالضبط. وللامانه بقت كميه كبيره جدا من الطلاقات بتتم بسبب الموضوع بتاع الضعف الجنسي والقصف السريع وموجوده في المحاكم الشرعيه. لا يخلو اسبوع ما تجينا حاله حالتين من مشاكل متعلقه لما يحصل بالتقارير المطلوب مننا كتطبيق نكتب عنها في انه الزوج عنده مشكله بتاع الضعف ولا لا. انا ده ربطه برضه بالانجاب لان دي من اكثر المشاكل شيوعا وللاسف اكثر مشكله الناس ما بتتكلم عنها. يعني ده المسكوت عنه بالضبط واللي بيؤدي الى ضرر وفشل. وللمفارقه برضو انه نحن معالجه الضعف الجنسي والقصف السريع سهل جدا بصوره ناس قد تتردد كثير تمشي الدكتور ليها، لكن مجرد ما مشيت الدكتور وخدت لك خطه علاجيه سليمه انت بتبقى كويس. يا سلام. وانا هنا بفرق بين انك انت تمشي صيدليه تاخذ منشط او فياجرا او ايا كان شكلها شنو، وبين تمشي الطبيب يحدد لك المشكله الحقيقيه تعالج حل جذري وتعالج جذريا. يعني انا بقول انه الادويه دي ذاتها غاليه، لانه انت شهريا او يوميا او اسبوعيا حتكون محتاج لدواء بدون ما حتقدر. صحيح. فانت حتشتري دواء بميزانيه، طيب اوفر لك واسلم لك واكرم لك انك تشوف المشكله حتى نفسيا بتكون مرتاح لو حليت المشكله جذريا. لكن هو دائما يا دكتور الرجل عنده احساس المكابره واحساس الانا، ما عندي مشكله ابسط الحاجات. وانا بنلقى واحده من الحاجات دي لو ملاحظ قبل انت ذكرت انه فتره الزواج لازم تستمر 12 شهر. نعم. بتلقى الزوج جاء عشان ما يتزوج وقعد له شهر شهرين وسافر. نعم. جه بعد سنه
بعد سنه هنا اهله وكل الناس بيكون مترقبين في الشهر اللي هو جاي فيه هو 40 يوم المفروض يحصل حمل للمراه. ما شرط، انا بقول الكلام ده ما صحيح وما شرط، ما شرط تماما انه في شهر او 40 او 6 شهور او 9 شهور يحصل حمل. أيوة. لازم نحن عشان نعرف عدم او نحن بنقول عليها تاخر الانجاب، التسميه السليمه هي تاخر الانجاب. او ما كلمه العقم دي نحن شويه عندنا فيها كلام أي. نعم. عشان نقدر نقول لزول التعقيم ده بيحتاج لسلسله من الفحوصات الطويل المحتاجين في نهايه نقول لزول عقيم، لكن نحن بنقول على تاخر الانجاب. عشان نسمي تاخر الانجاب بتسميته الحقيقيه لازم 12 شهر ميلادي الزوج والزوجه موجودين مع بعض. الناس اللي بيسافروا وبيجوا وبيمشوا سنتين هنا وسنة هناك ويكون الواحد ست ده ما عنده تأخر إنجاب. أنا أول ما المريض يجيني يقول لي أنا سافرت ومشيت بقول لي أول حاجة نحن تأخر إنجاب دي ما تنطبق عليك التسمية، استقرار ما تنطبق عليك التسمية. هنا أول حاجة نحن بنفحص عليك أي عشان نطمئن إنه صحتك كويسة ما عندك مشاكل، لكن عشان نقدر نقول لك أنت متأخر إنجاب أو زوجتك متأخر في الإنجاب لازم تكونوا 12 شهر ميلادي مستقرين. نعم. واحدة من المشاكل برضو الكثيرة اللي موجودة في الأسر عدم الاستقرار الأسري اللي بيؤدي لعدم الإنجاب. وخلينا نشوف الرجل ممكن توصل له رسائل إنه نسبة الوعي أصبحت عندنا كبيرة جدا، 200 أنت تمشي الطبيب و200 تقابل الطبيب بكل كبرياء وبكل الآن اللي عندك الجواك تمشي عادي كأنك بتمشي لأي اختصاصي بتاع أمراض مختلفة. أنا دار أقول إن التوعية زادت جدا قبلت في كلامنا نحن بتاع القذف السريع والضعف الجنسي. أنا بقول واحدة من المشاكل بتاعت القذف السريع هي مشاكل عضوية، مشاكل نفسية. المشاكل المرضية زي بعض الأدوية الدكتور مرات بيعدل لك في بعض الأدوية قد مشكلة تروح تماما، أو مشاكل متعلقة ببعض الأمراض بدي خطة علاجية معينة تتناسب مع مرضك وتناسب إنه ما يحصل لك قذف سريع. نفس المقدار الضعف الجنسي عندنا مرضي وعندنا نفسي، برضو الدكتور قد يكون أنت في الجانب المرضي اللي بيتطلب إنه الدكتور بس يعدل لك بعض الأدوية اللي أنت بتاخذ فيها، أو أنت مثلا عندك سكري. نحن مرضى السكري بنكون عندنا له بروتوكول معين. أيوة. في نهايته لأنه دي أكثر ناس عضويا مفروض يجيون، يعني أي مريض بتاع سكري قابل بنسبة كبيرة جدا يجيه ضعف جنسي أكيد، لأنه تكون في مشكلة في التغذية الدموية. أيا كان عمره أيا كانت سنه بالضبط، ده بنعمل له بروتوكول معين بنهايته بيبقى كويس زيه زي أي سليم، ما في خجلة. أنا بقول إنه ده مرض في النهاية زي أي مرض، زي المشاكل الثانية بتجي للزول المعالجة فيها سهلة جدا، بمجرد قابلت الطبيب قد يخط لك خطة علاجية سليمة أحسن من المنشطات، لأن واحدة من المشاكل بتاعت المنشطات أو الفياجرا بالذات عندنا معاه مشكل مع مرضى الضغط. مرضى الضغط ومرضى القلب بيتأثروا تأثير كبير بالأدوية بالحبوب والعقاقير اللي ممكن بالضبط بيتأثر تأثير مباشر وممكن تدخل المريض في مشاكل لا يعني خطيرة جدا، فأحسن ما تصرف دواء بلاك قبل دكتور ذكورة قد يخط لك خطة علاجية سليمة تبقى في نهاية. دكتور فتح الرحمن في 30 ثانية وفي عجالة رسالة أخيرة لكل الرجال اللي بيعانوا من تأخر الإنجاب. نعم، أنا بقول زي ما أنت بتودي زوجتك تفحص أفحص أنت بس فحص السائل. مجرد فحصت لقيت في مشكله قابل دكتور ذكوره بيديك خطه علاجيه قد تكون سليمه. عشان برضو الناس اللي بيسمعونا النظام الصحي الغذائي السليم اللي فيه الخضروات الفواكه ده كويس معانا، الرياضه مهمه جدا يوميا بس مشي نص ساعه دي مهمه جدا، الاقلاع عن التدخين والامتناع عن الكحول دي الحاجات برضو مهمه جدا، النوم الثمانيه ساعات الهادي السليم ده برضو كويس معانا، البعد عن الضغوط والتوترات ده برضو كلام كويس جدا بالنسبه لنا وبنوصي به جدا عشان تزيد التعزيز القدره على الانجاب، وحاجه برضو شراب المويه الكثير وعدم مسك البول. شكرا جزيلا دكتور فتح الرحمن الرشيد اختصاصي جراحه الكلى والمسالك البوليه والذكوره وتاخر الانجاب عند الرجال رئيس قسم المسالك والذكوره مستشفى بشائر الجامعه. انا شاكره ومقدره اطلالتك عبر صباح الشروق. شكرا لك وشكرا لكل مشاهدي الشروق وتحيه الصحه والعافيه والجمال والسعاده عليكم في هذا اليوم. شكرا لك. وعشان تعرف واحده من المشاكل ممكن تحصل تاخر الانجاب عند الرجال ما دائما حواء هي المسؤول الاول، خليكم دائما منصفين وزي ما الرجل بيمشي للطبيب المراه بتمشي للطبيب، نحن نتمنى انه الرجل ايضا كمان ثقافه الطبيب تكون موجوده عنده. ربي ما تحرم بيت من الاطفال. نتواصل معكم من خلال صباح الشروق بعد فاصل قصير نرجع للكنترول ومن بعده نعاود للاستديو.